فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير، لأن فيه استهانة بالصورة. نعم، ولا يسجد على التصاوير. الصور المعلقة يحرم تعليقها على الجدران أو نصبها تماثيل، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله عز وجل، ولأن فيه فتنة، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأمر صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجوز تعليق الصور على الجدران أو رسمها على الجدران أو تثبيتها على الجدران، لما في ذلك من الغلو، ولما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإنهم في كنائسهم كما في الحديث: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وكذلك في البيوت والمكاتب والمنازل لا تعلق الصور للذكريات أو لغير ذلك من الأغراض، لا تعلق الصور. ولكن إذا كانت الصور ممتهنة، يداس عليها على الفرش، يداس عليها ويجلس عليها، فلا مانع من بقائها، لأنها مهانة وممتهنة ولا قيمة لها. ولهذا لما هتك الستر الذي فيه التصاوير وجعل وسائد، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم واتكأ عليه لأنه ممتهن.